اشحن اشحن صدرك بالهواء النظيف يا مسلحم حلاوي، وخزن منه على قد ما تقدر قبل ما تنزل مصر وتشم العادم بتاع العربيات ولا ريحة الرطوبة في عشة الفراخ اللي انت عايش فيها. عيش عيش الدنيا اللي كنت محروم منها يا فنان، اتمتع اتمتع يا مسلح يا محلاوي. مسلح المحلاوي جاي لك يا دنيا. سيد مسلح، يا سيد مسلح، يا عيون مسلحي، أمرني. حضرتك مطول معانا في الفندق. غصب عني اعمل ايه، لسه ما لحقتش اشبع منكم ولا من اكلكم الحلو ولا من هواكم اللي يرد الروح. انما ساعتك بتسال ليه؟ لا ابدا، اصل فاتورتك عدت ال 2000 جنيه. يا راجل سيبها تعدي، انت هتعمل عقلك بعقل فاتوره ولا ايه؟ لا طبعا، بس في الحالات اللي زي دي اداره الفندق بتطلب مبلغ تحت الحساب. طيب حضرتك بتقول لي انا الكلام ده ليه؟ انا فاتورتي بالكامل متكفله بيها مدام سناء شكري. مدام سناء شكري سابت الفندق بقالها كذا يوم وسددت حسابها وحسابك لحد يوم سفرها وبس. يا سيدي الفاضل، بقول لسعادتك انا ضيف مدام سناء شكري بكافه لوازمي. برضه مش عايز تفهمني، مدام سناء سابت الفندق وحضرتك لسه مقيم معانا وحسابك وصل فوق ال 2000 جنيه، ممكن؟ لا طبعا مش ممكن. نعم لا، انا قصدي يعني مش معقول، مش ممكن يعني تكون هي عملت فيا الحركه دي. ما هي عارفه ان انا على حميد المجيد. طب ده هي عارفه ان انا جاي من مصر متشعبط. متشعبط يعني ما معكش فلوس؟ منين يا سيد، منين يا محترم؟ اذا كنت انا اول ما جيت اديتني هي مبلغ كده ما نجهت بيه نفسي وخلص. يعني مش هتدفع؟ قالوا له ابوك مات من الجوع. قال لهم يعني هو كان لاقي ياكل وما كلش، ادفع منين؟ ابعتوا لي مدير امن الفندق. داليا. تامر، عن اذنك. الحمد لله على السلامة. جيت امتى؟ من اول محاضرة. وحشتيني قوي يا داليا. ازيك؟ الحمد لله. ما عندكيش فكرة انا نفسي مفتوحة للدنيا قد ايه. انت عاملة ايه؟ انا كويس. وحشتيني. وانت كمان وحشتيني. على فكرة انا المسائل متظبطة معايا على الاخر، يعني ممكن اغديكي في اي مكان تحبيه. قلت ايه؟ بس ايه في ايه يا داليا؟ مالك موقفه مش على بعضك ليه؟ في ايه مالك؟ في حاجات كتير يا تامر لازم نتكلم فيها. انت هتقلقيني ليه؟ طب ما تيجي نقعد ونتكلم. صعب دلوقتي بس اكيد هنتكلم فيها. داليا، تامر، بعد إذنك يا تامر، وأنا عند وعدي هنكمل كلامنا. الحمد لله على السلامة.